نحن لا ننكر بأن الأزمة الاقتصادية يعني أزمة كبيرة، ولكن نظن بفضل يعني السياسة الرشيدة يعني اللي فخامة رئيس الجمهورية، يعني اللي أقر الجانب الاجتماعي، يعني ما فيهش حسب الدستور يعني يبقى الطابع الاجتماعي يعني للجمهورية الجزائرية، وبالتالي نظن ما تكونش فيه زيادات كثيرة كبيرة يعني على المواطن، وخاصة فيما يخص الضرائب. أين ستكون الزيادات في المحروقات؟ نظن تكون زيادة طفيفة، وهذه يعني جات في قانون المالية السابق، هي عبارة عن ضريبة، عن ضريبة فيما يخص مادة البنزين. نظن هذا هو يعني زيادة يعني اللي تكون، باقي زيادات لا أظن أنها تكون. نعم. زيادات، وخاصة فيما يخص ضرائب، ممكن تكون ضرائب يعني على الثروة، وليس يعني ضرائب على جواز السفر وضريبة على السفر. ما نظن احنا لحد الان يعني المشروع القانوني يعني مازال ما جاش للبرلمان، ولكن يعني حسب يعني المحيط ما كانش فيها يعني زيادات كبيرة. نعم.